والله معامل الحمد لله رب العالمين فضل من الله. يعني في عنا أساتذة، في عنا أستاذ بدرسنا قرآن، في عنا أستاذ بدرسنا رشيدي، والحمد لله رب العالمين فضل من الله أنه أنا في وقت الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى، وأصبحت أنه أنا أخرج على المساجين أعطيني دروس فقه وأحاديث نبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام ودروس عن القرآن الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لموضوع السجناء يومي أنا بطلع الحمد لله رب العالمين بعد صلاة الظهر لبعد صلاة العصر على الزنزانات، زنزانة زنزانة بتفقد من زنزانات كلياتهم وبعطي دروس على كل هالزنزانات. يعني قدر الإمكان شاب بحسن بقدم لهم، والله سبحانه وتعالى هو المعين، يعني شاب بحسن بقدم لهم من أحاديث من قرآن من فقه من أسئلة، الله سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله يقدرنا على الوقت.